أئمة الشعر هاموا بالسلاطين والمال حتى اختلاط العرض بالدين، تواتروا زمرا في إثرها زمر مسبحين على باب الدواوين، حمر الوجوه من النعمى ثيابهم من فاخر الصوف أو من قز قزوين، وكان واحدهم إن ذاق لقمته من كسرة غمست بالخل والطين طوى ليالي لم يشعر به أحد من عفة النفس عن ذل وعن هوني.